بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد الحسين، طريق السد، بتاريخ 9/12/2012. هذا ما خلفته صواريخ الغدر الأسدية بعد استهداف المسجد بأربع صواريخ أدت إلى تدمير القبة وشيء من المئذنة. أبشرك يا بشار الأسد بقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أبشرك يا بشار بالخزي والعار، والله الذي لا إله إلا هو. أبشرك بنار تلظى وخزي في الدنيا بإذن الله. هذا وعد الله، هذا وعد الله الذي لا يخلفه، وهي سنة الله في العالمين، إنها سنة رب العالمين. في الظلمة الفاجرين منك، من مثلك ومن أمثالك. استعد، استعد ليوم يا بشار، بإذن الله سيقضى عليك وعلى زبانيتك في القريب العاجل بإذن الله. يا من قتلتم الحجر وقتلتم البشر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حرمك الله عيونك وروحك يا من حرمتنا دخول المساجد.